بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكم سبور وين ما كنتم. أخبار الترجي الرياضي التونسي اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2024 وإليكم أبرز العناوين. ثلاثية يغيب عن مواجهة النادي البنزرتي وهذا حكم المباراة. فرق عربية وأوروبية ترغب في مواجهة الترجي خلال فترة التوقف. الميركاتو ينطلق رسميا وهذه آخر التطورات الخاصة بانتدابات الترجي. طارق دياب يشيد بهذا اللعب. أكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا في الفيديو تابعونا للآخر وما تنساوش دعم القناة. يواجه الترجي الرياضي التونسي غدا الاربعاء 3 جانفي 2024 ضيفه النادي الرياضي البنزرتي بداية من الساعة 2 ظهرا بملعب حمادي العقرب ببيراتس في اطار منافسات الجولة 7 اياب والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. وستشهد تشكيلة نادي باب سويقة غياب كل من ياسين مرياحة وحسام تقال اللذان سيلتحقان اليوم بتربص المنتخب الوطني التونسي والمدافع الجزائري محمد أمين توغاي الذي التحق بدوره بتربص منتخب الخضرة استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والتي ستدور منافساتها في كوت ديفوار بداية من يوم 13 جانفي. هذا وتم تعيين الحكم عبد السلام هاني بمساعدة حسان شعبان وعبد الحميد الفقية فيما سيكون محمد أسبوعي حكما رابعا للمباراة. خلال فترة التوقف أين سيفسح المجال لكأس أفريقيا للأمم؟ سيواصل الترجي الاستعداد للمرحلة الأهم في البطولة مرحلة البلاي أوف. ومن المنتظر أن يعلن الإطار الفني عن البرنامج التحضيري للفريق موعد ومكان التدريبات. وفي نفس السياق تخوض عديد الفرق العربية والخليجية وكذلك الفرق الأوروبية تربصاتها في تونس بالتحديد في منطقة تبرقة التابعة لولاية جندوبة. وهناك الحديث عن رغبة بعض من هذه الفرق في خوض مباراة ودية ضد الترجي. في موضوع آخر ينطلق الميركاتو الشتو بصفة رسمية اليوم الثلاثاء 2 جانفي. وفي آخر أخبار ميركاتو الترجي أفادت مصادر مقربة من إدارة الفريق عن عدم نية الإطار الفني ورئيس النادي في انتداب قلب هجوم بسبب اقتناع الجميع أن المشكل في التنشيط الهجومي وليس في مهاجمي الفريق. النية تتجه لانتداب لاعبين في خط وسط الميدان الهجومي وستكون الأسماء تونسية لعدم إمكانية إضافة أجانب في الفترة الحالية. من جانب آخر أكدت نفس المصادر على أن المدرب طارق ثابت يحظى بالثقة الكاملة من رئيس النادي ورغم وجود بعض الاتصالات مع مدربين من أعضاء داخل هيئة الفريق إلا أن حمد المد برافض فكرة التخلي على ثابت حاليا وسيمنحه فرصة لتحضير الفريق جيدا قبل العودة للمباريات الرسمية. أكيد الناس كلها قاعدة تسأل، أكيد الناس كلها قاعدة تلوج على ميركاتو الترجي الرياضي التونسي، هل أنه الفريق باش يقوم بانتداب لاعبين وإلا لا؟ أكيد باش تكون فما تدعيمات في الفترة القادمة إن شاء الله إذا تم الاتفاق وإذا لقاو اللاعبين والبروفيل اللي حاجتهم به، يعني لأنه الفريق ماهوش في حاجة كما قلت لكم لمهاجمين بل في حاجة للاعبي رواق خاصة ولاعب وسط ميدان هجومي قادر انه يعاون الفريق ويضيف اللمسه الفنيه ويضيف يعني خاصه في 30 متر الاخيره وين قاعدين نلقاو في مشاكل خاصه في المباريات الكبرى المباريات اللي في البطوله والا المباريات اللي لعبناها في المسابقات الافريقيه. المشكل هو يعني في ايصال الكره للمهاجمين، المشكل في التنشيط الهجومي كما حكينا. ان شاء الله باش تكون فما اسماء تونسيه بطبيعه الحال، وان شاء الله تكون اسماء عندها قيمه فنيه كبيره وخاصه لاعبين دوليين. ننتظر الايام القادمه للكشف عن كل المعطيات الخاصه بميركاتو الترجي. في اخر موضوع نختم به فيديو اليوم، وبعد تسجيله لهدف ضد الاتحاد المونستيري وخطفه للاضواء، اعتبر اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي الاسطوره طارق ذيابه ان المهاجم الغامبي كيباسوي لاعب بامكانه ان يكون من ابرز المهاجمين في الفتره القادمه، واظهر في عديد المرات مستوى جيد وقادر على حد كبير على تقديم مستويات متميزه، يتمركز بشكل جيد ولمسته لكره ممتازه. واضاف ذياب ان كيباسوي يمتاز بقدرات فنيه وبدنيه هائله مع صغر سنه والذي يجعله قادرا على التحسن والتطور اكثر اذا احسن الاطار الفني العمل مع اللاعب على المستوى الفني والبدني. كيباسوي اللاعب الشاب اللي جابته الترجي كما تعرفوا من مستقبل استيمان على سبيل الاعاره، اللاعب هذا وين يدخل قاعد يقدم في الاضافه، صحيح ما فماش الاضافه الكبيره ولا قاعد يسجل في كل المباريات، ولكن لاعب فنيا تحدثت عليه الناس الكل وقالوا انه اللاعب هذا عنده امكانيات بدنيه هائله ما شاء الله
وعنده كيف كيف امكانيات فنيه قادره انها تعاون الترجي الرياضي التونسي، وقادر يكون المهاجم رقم واحد في الترجي اذا عرف بطبيعه الحال الاطار الفني يخدم معاه جيدا، وخاصه المشكله اللي حكيت لكم عليها واللي باش يصير فيها تدعيم في الفريق في الفتره القادمه هي مشكله التنشيط الهجومي. ان شاء الله الاداره والاطار الفني يلقاو ظلتهم في لاعبين قادرين انهم يغير وجه الترجي الرياضي التونسي، خاصة في المرحلة المهمة جدا في آخر الموسم وهي مرحلة البلايوف، وكذلك مسابقة دوري أبطال إفريقيا اللي مازال الترجي مضمونش ترشحه بصفة رسمية إلى الدور القادم من هذه المسابقة. إن شاء الله التحضيرات تكون في مستوى جيد ونشوفوا الترجي الرياضي التونسي بعد نهاية مباراة غدوة إن شاء الله مباراة النادي البنزرتي، باش يدخل كما قلت لكم الفريق في برنامج تحضيري إن شاء الله سيتم الكشف عليه في الأيامات القليلة القادمة، ونعرف البرنامج التحضيري للفريق. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.